برمجة ونسخ المفاتيح جهاز الكيم 100 من أوتيل، والفحص وكشف الأعطال ومسح جميع الأخطاء مع سيرفيس ريسيت ولايف داتا وأكتيف تيست جهاز الماكسي تشيك. ولو محتاج الجهازين دول مع بعض في جهاز واحد فتقدر أنك تاخد جهاز IM508، وهو جهاز عبارة عن فحص وكشف الأعطال بالإضافة إلى برمجة ونسخ المفاتيح عن طريق XP200 مع تغطية كبيرة جدا. ولو محتاج أنك تعمل أوفلاين كودينج وأوفلاين بروجرامينج مع طبعا الفحص والسيرفيس ريسيت فتقدر تاخد الماكسي داس. ولو محتاج خليط كامل من كل الأجهزة دي في جهاز واحد يقدر يقدم لك كل الخدمات ديت فتقدر أنك تاخد IM608 Pro 2 من أوتيل، وهو عبارة عن خليط ما بين أجهزة الفحص والتشخيص والأعطال ومسح جميع الأخطاء بالإضافة إلى البرمجة الأوفلاين عن طريق الماكسي فلاش. وتقدر كمان انك تعمل برمجة ونسخ للمفاتيح العادية والانفراد عن طريق القطعة المميزة وهي الـ XP400. طبعا الاجهزة الخاصة بالمفاتيح بتتعامل مع المفاتيح اليونيفرسال المقدمة من شركة أوتيل، الاجهزة الان متوفرة في شركة المهندس بالاضافة الى المفاتيح اليونيفرسال، تقدر تطلبوها الان من خلال رسائل الصفحة او من على الواتساب الموضح على الشاشة.